عن الراحة بعد يوم عمل طويل، تودو فود مساجر هو الحل الأمثل، والذي يعمل بتقنية الشياتسو، وهو الضغط والتدليك لكافة الأرجل والقدمين. سهل الاستخدام، يمكنك استخدامه في أي مكان. انقلي أجواء المراكز الصحية والمنتجعات إلى راحة منزلك مع تودو فود مساجر. يعني عن جد فقرة هلأ هيك كلها ريلاكسينج وارتياح، لأنه عم أقدم لكم اليوم بعد النجاح الكبير اللي قدمناه عبر سيترس تي في قبل هلأ الفوت مساجر، عم نقدم لكم اليوم من ماركة تودو، واللي هي عن جد مو بس للقدمين وأيضا للأرجل، من هيدا المكان من تحت الركبة للأسفل رح تحسوا عن جد براحة تامة. أكيد نحن اليوم عم نقدم تشياتسو مساج، واللي هو بيعتمد على تقنية هو يعتمد على تقنية، وهي تقنية التدليك وبنفس الوقت الضغط اللي بتخلينا نسترخي نتخلص من جميع الآلام. هيدي كمان المساجر اللي نحن عم نقدم لكم اياها اليوم هي ايضا فيها هيت، يعني بتعطينا كمان عند اختيارنا دفى اكثر اثناء التدليك. في شغله كمان كثير حلوه بدي فرجيهم اياها لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا. هون عم نشوف بالمساجر اللي موجوده معنا في عنا قاعده، هيدي القاعدة من تحت إذا منعليها في عنا نحن هون حديدة، هيدي الحديدة بمجرد نحن ما نعليها ونحطها بهيدي الطريقة بتكون عندها السيدة تحكم أكثر سماح، إذا حابة تسترخي أكثر لورا فيها تمد إجريها بكل سهولة. هيدا ما كل شيء، لأنه بنعرف إنه مثل هيدي المساجر فيها كل العيلة تستخدمها بكل بساطة، طريقة تنظيفها ولا أسهل، بمجرد نحن ما نشيل هيدي البطانة بهيدي الطريقة نفصلها بهيدي الطريقة، فيها السيدة تحطها بالغسيل وبتحافظ على نظافة المساجر، وبيبقى عنا البطانة الداخلية اللي ممكن السيدة تغسلها كمان هيك يعني تمرق عليها شوي فوطة تكون نظيفة. إذا حابين تحصلوا على اليوم على هالفوت مساجر اللي كتير حلو من ماركة تودو مثل ما لكم شايفين هون معي، بتقدروا تحصلوا عليها، وأيضا جاية مع ضمن فرصة الأسبوع هالمساجر الهي الصغيرة الموجودة معنا اللي فينا نستخدمها على أي مكان بجسمنا إذا نحن منحبه. وطبعا كلياته بسعر جدا تنافسي اللي هو 185 دولار بس، يعني ولا أحلى من هيك. نحن الجهاز اللي عم نقدمه اليوم واللي هو تودو فوت أند لج مساجر سهل الاستخدام، عنا أزرار موجودين على الجهاز، خلينا نعملها هيك. عنا هون نحن الفوت مساج الخاصة بمساج الأقدام، عنا هون اللج مساج وهي للأرجل، وعنا كبسة الهيد. إذا اخترت أنا الفوت مساج عندي ثلاث سرعات، عندي أول سرعة بكبس بتصير على السرعة الثانية، وبكبس بصير أنا مجرد ما يضوي الأحمر على السرعة الثالثة، وكذلك كمان للأرجو. هيك بتتحكم السيدة بالإنتنسيتي، بتحط السيدة إجرة بهيدي الطريقة، ومجرد ما تفوت إجريها بصير عنا تقنية التشاتسو. وعلى فكرة هي مع كل جهاز بيجي كمان نحن عنا ريموت لا تقدر السيدة تتحكم فيه. هيدا الريموت موجود معنا بكل سهولة، لو كنتوا قاعدين انتوا محابين تنزلوا يعني تشغلوها من هون ففيكم بكل راحة وانتوا قاعدين تشغلوها من خلال الريموت كنترول. هون نحن فتحنا لكم جزء من الفوت مساجر لحتى تشوفوا كيف عملية التدليك وكيف البريسنج اللي عم بيكون. ما تخافوا هيدي كتير خفيفة كتير ناعمة، وعم نشوفوا نحن حاطين اجرينا بقلب هيدي الفوت مساجر. خلينا نستعرض نحن وياكم مقارنة مثل ما ذكرت سماح كيف تشتغل الفوت اند لج مساجر. هون عم نشوف هيدي تقنيه اللي هي الضغط والتشاتسو، وهيدي تقنيه المساج اللي بنروح باغلب الاوقات على السبا والصالونين لحتى يضغطوا على هيدي المناطق العصبيه. ولكن هون فيكم انتم تحصلوا على مساجر خاصه لالكم ببيوتكم باي وقت بدكم اياه، وتحصلوا على نفس الراحه. ما بخبركم قد ايه انا مرتاحه وعلى نفس النتيجه. مزبوط ساره، مو بس نفس النتيجه، عم نوفر كثير من المبالغ مزبوط. الماليه لانه حنشتري مره واحده وحيضل الجهاز عنا، اما اذا نروح على اي مركز سبا فحندفع كل مره مبلغ كثير عالي. كمان اللي بدي اذكره انه هو هيدا الضغط على القدمين والتدليك هو بيعطي كثير راحه للجسم، وايضا بيرفع مستوى الطاقه بالجسم. عم نشوف هلا نحن فينا نستخدمها باي مكان بالبيت، اذا كنا نحن قاعدين بغرفه الجلوس عم نقرا اي كتاب بكل راحه،
مرتاحه، بتحطي اجريك وبتنسي حالك وحس يعني بكل سهوله، لانه نحن عم نحكي من منطقه القدمين الى الاعلى، يعني بيوصلوا حتى لتحت الركب، فكلياتها بكل سهوله. ايضا انتم بالعمل فيكم تحطوها بكل سهوله لتودو فوت مساجر تحت المكتب وتريحوا اجريكم، انتم عم تحضروا تي في بكل سهوله كمان بسعر جدا تنافسي. نحن اليوم بالفوت الليج مساجر اللي مقدمه لكم من تودو، ونحن بنرجع بنذكركم انه هي بتعتمد على تقنيه التشياتسو. تشياتسو هي عمليه الضغط وبنفس الوقت الرولينج اللي هو التدليك للاقدام. هيدي التقنيه جدا مفيده لاجسامنا، والسبب انه اقدامنا كل جزء باقدامنا هو مرتبط بكامل الجسم. اذا نحن دللنا ودلكنا اقدامنا بطريقه مثاليه بنريح كل جسمنا. رح نستعرض نحن وياكم كيف القدم بيكون وكيف متجزئ. عندنا الجزء الاعلى من الاقدام هو بيكون مخصص لمنطقه الراس، اما بالنسبه للجزء اللي تحت فهو لمنطقه الصدر وايضا الظهر. عندنا الجوانب والاطراف لهي للجهاز الهضمي، وعندنا كمان المنطقة اللي هي بين الوسط هي أنسجة البطن، وعندنا المنطقة اللي تحت واللي هي منطقة الحوض، وأكيد في عندنا اللي هي الأجزاء العصبية اللي بتكون بين هيدي المناطق هي كمان مرتبطة بالجسم. فإذا قدرنا نعمل تدليك كامل لهيدي المنطقة ريحنا كل جسمنا. مزبوط. هلا أنت عم تحكي حاسة حالي بدي أرجع ونام من كتر ماني مرتاحة. برجع كمان بذكركم إنه نحن في كتير أحيانا مشاكل اللي بنتعرض لها صحية، و طبعاً المساجر أو أي شيء بنعمله بقدمينا مثل آلام الظهر الموجودة، أيضاً في عنا الأعصاب المنتشرة بالجسم وأيضاً نهايات العصبية، الصداع. تخيلي كل هالحلول هي كل هالآلام هي مشكلتها بتروح بالمساجر. أيضاً عنا مرض السكري، عنا مشاكل بالنهايات العصبية، وأيضاً التعب الشغل كتير على الكمبيوتر، وأيضاً الكعب العالي. خبرونا عليه. ما في سيدة إلا ما بتعاني من هالمشاكل. 4 أو 6 مشاكل أساسية هي حلها بالمساج للقدمين بكل سهولة. بالعادة نحن شو بنعمل؟ بنلجأ للطرق التقليدية لحتى نقدر نحن نساعد أنفسنا. الطرق التقليدية بتكون يا أما مساج بنلجأ للسبا أو المساجات مثل ما ذكرت سماح وندفع مبالغ، يا أما الأحذية اللي بينصحونا دايما فيهم وارتدائهم لأنه حلو ولأنه سهل، وبنفس الوقت الرولرز اللي كل ما قاعدين نحن كل ما قاعدين بالبيت بنحاول إنه نحن نشتغل عليهم. كل هيدي الطرق التقليدية فوت أند ليج مساج بتقدر تساعدنا لحتى نحن نتخلص منها. خلونا نرجع نشوف المساجر اللي موجوده معنا تعتمد على تقنيه التدليك وايضا الضغط. ما تعتلوا هم ابدا، هي هيدي الماده هي كثير كثير ناعمه وكثير خفيفه، بتعمل عمليه ضغط، بتعمل عمليه تدليك للاقدام وايضا للاجر. تخيلي انه هلا عم يوصل التدليك صح لعند ركبتك بطريقه كثير سهله. على فكره هو كثير اسباب في ناس بتلاقي اجريهم منفخين من هالمشكله، لانه الدم بينزل لتحت وما بيصير عليه ضغط. كمان هلأ خلونا نستعرض نحن وياكم من جديد الأماكن اللي السيدة أو الرجل بيقدروا ببيوتهم بكل سهولة يستخدموا تودو فوت مساجر. عم نشوف نحن بالمنزل إذا أنتم كنتوا عم تقروا أي كتاب، يعني مرتاحين فيكم تحطوها بكل سهولة لتحصلوا على الراحة والتوازن بجسمكم. بمجرد ما تحطوا رجليكم رح تحصلوا على تدليك بكل سهولة وبكل مناطق القدم وأيضا الرجلين. أيضا إذا أنتم كنتوا بالمكتب عم تشتغلوا فما بيضر أبدا أنكم تحطوا تودو فوت مساجر تحت المكتب لتحصلوا على الراحة، وأنتم عم تحضروا تلفزيون كمان كتير حلو أنكم تحطوه وتحصلوا على هالراحة. وايضا اذا حابين تعملوا هيك يوم للسيده تدلل حالها شوي ففيها تاخذ هيدا الشعور كله تبع السبا تعمله بالمنزل وتحصل على هيدي الراحه. شو عم نقدم لكم بهيدي الفقره؟ مثل ما عم بتشوفوا الجهاز لكم بسعر تنافسي، رقم المنتج له 459412، وعم تحصلوا عليه بفرصه الاسبوع مع مساجر بورتبل، وهو بتقدروا انتم تستخدموه لمنطقه الرقبه، الاكتاف، الظهر، وين ما بدكم. كل هيدا جاي لكم بسعر تنافسي.